صبر عيار. اهلا وسهلا بكم في صبر عيار. مبروك عليكم يا شعب. الف مبروك زادة. لا صبرت ونلتوا الحق تاع ربي. لا صبرت ونلتوا. لا شوف اسمع، ازرع تحصد في البلاد هذه يا رب. انت غير ازرع برك، يا ازرع انت ولا حصيده تشوف في تجيك ليديك. اما انت وشي تزرع راه تزرع هندي يطلع لك هندي، تزرع نوار يطلع لك هندي زاد، اما بالنوار. لا صبرت ونلتوا. هاي خلصوا المبروك عاد، هاي توكل بشاره. هاك نب عليكم ربي ببرلمان جديد يا سيدي، والبارح بدا يتداول في النظام الداخلي. توعد الامور كل ولاد كامله راه. انا عندنا دستور قيس سعيد، واستشاره قيس سعيد، وانتخابات قيس سعيد، وحكومه قيس سعيد، وقانون انتخابي قيس سعيد، وبرلمان قيس سعيد. نزيدوا نشيد رسمي قيس سعيد، ودرابو قيس سعيد، وجمهوريه تونسيه تولي اسمها قيس سعيد. يا خويا مبروك هاو، دي فرحه راهي، فرحه راهي عوده البرلمان. يا رانا قعدنا قريب عامين من غير برلمان. راهو البرلمان هذا جانا بعد عامين حرمان، راه مش شويه. اما انا ما فهمتش فاز انا بجولين. يا اخي مجلس الشعب الجديد هذا يا اخي سارقينه ولا شنو نحكي؟ مجلس النواب مدخلينه كونترا من الجزائر ولا خاطفينه ولا شارينه بالكمبيالات ولا كيفاه؟ يا اخي حاشمين به؟ يا اخي مال علاش هذه فاست من عين الاعلام من تخطيط جلسات البرلمان؟ شما لقيتوه قدام جامعه مستعارين به ولا شنو الهدره؟ خايفين عليه من العين؟ ما في الجلسه العامه البارح قال لك منعوا قال لك الاعلام الاعلام باش يدخل يعمل تخطيط الجلسه العامه، قال لك عاملين برلمان دون حضور جمهوري، خايفين قال لك من الشماريخ. ماخذين عقوبه على رمي المقذوفات. والجه شاي بشر بالخير، لا شاي بشر بكل خير بصراحه، قال لك ما خلاو كان التلفزه الوطنيه تصوري، واللي حب يتفرج هكا عنده اليوتيوب. قال لك الاعلام الخاص مش مضموني، بينما الاعلام العمومي هذاك مضمون بالسيف عليه. يعني النواب تلقاهم يدوروا من وسيله اعلام لوسيله اعلام، وكي يجي الاعلام باش يدخل البرلمان يقولوا له سمحنا لبرا. تصوروا الاعلام زاد هو بربي كيك يعود يخدم كيما كيك كيفهم، يعمل اعلام زاد يخدم دون حضور النواب. هاي تشكون باش يسمع بيكم وقت الانتخابات الجايه كي جبتوا 100 صوت ها وجهي. لا وراه اي نائب تحكي معاه يقول لك لا مش انا راه انا طلبت بعدم حضور الاعلام، انا مع حق الاعلام في نقل اعمال المجلس. مال شكون منع الاعلام؟ ولا من دروش. رئيس البرلمان بيدو العميد بودربيلا، العميد بودربيلا الجمعه التالي يحكي قال لا تناوا راهو الاعلام بكل اطيافه باش ينورنا في البرلمان. يا اخي هاو مع اول جلسه عامه طفاوا عليه الضوء. اخي تو قيس سعيد مش قال عن النواب جدد؟ قال ليعلم هؤلاء انهم تحت رقابه الشعب. كيفاش باش يراقبهم الشعب من غير ما يتفرج فيهم؟ باش يراقبهم بالثقه ولا كيفاش؟ يا راجل شكون اللي طالب بمنع دخول الاعلام البرلمان؟ والله ما نعرف قال لك. اما هاو قال لك سيقع تداول لحضور الاعلام في النظام الداخلي ان شاء الله. لا على خاطر باش يحرمونا راهو هكا، لا الشعب التونسي سوف يخسر الكثير راهو. لا معناتها واللي خاف من الاعلام عاده تلقى عنده مشكله مع روحه مش مع الاعلام، لانه الاعلام ما هو الا الصوره معاكسه لروحه المعكوسه. او مثلا مثال عكسي، كي تبدا لابس سوريه ومشيت تشوف فيها في المرايه وما عجبتكش، ايش تعمل؟ تبدل السوريه ولا تبدل المرايه؟ تي اللي بمخه يبدل السوريه والاعلام مراد الله يمشي يبدل المرايه. في بالوش انه كان مش المرايه راك ما عرفتش انه السوريه خايبه. هكاك الاعلام كي يعكس صوره الواقع، كي ما عجبناش الواقع لازمنا نبدلوا الواقع مش الاعلام الناقل للوقائع. وانا هاني صابر برا.